هذه المؤسسة، هذا المركز اللي رانا فيه دركا يستقبل النفايات من 9 بلديات وثلاث دوائر. دائرة الجرد تضم 4 بلديات، دائرة الطيبات تضم 3 بلديات، ودائرة المقارين تضم بلديتين، 9 بلديات في المجمل بحوالي قدرة استيعابية 150 طن يوميا، معناها 150 طن بار جور. هذا المركز هذا يعالج النفايات هذه، يستخرج منها حوالي 80 طن شهريا. عندنا 30 طن الى 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 45 طن بيوتي، عندنا 20 طن الى 25 بيوشدي، وعندنا الكرتون 15 طن الى 20 طن. هذه الكميه هذه شهريا تخرج من هذا المركز لتتحول الى مصانع الرسكاله.